بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا ممن صدقوا ما عهدوه عليك، واكتب لنا النصر على أنفسنا حتى يتحقق فينا الجهاد الأكبر، وانصرنا على أعدائنا وتثني بالجهاد الأصغر مكرمة منك يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. يقول ربي: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يعني البال أتت توجور دون كونتراديكسيون. تو أنت جاك الكتاب، توراة ولا زبور والإنجيل، في تنصيص على وحدانية رب، في تنصيص على الحلال والحرام، في تنصيص على التمييز بين الكفر والإيمان. أش قام عرفت ما سبق أن عرفت، وما عملش كما قال الرسول عليه السلام لأحد الصحابة رضي الله عنه: عرفت فلزم، أي عرفت ما يريد الله منك فلزم تلك المعرفة. أنتم عملتوا العكس، علاش؟ خذوا تقولوا سمعنا وعصينا، والكلاب والكرب معكم أنتم، سمعنا وعصينا، سمعنا القرآن ورتلناه وجملناه وحفظناه على الألسن لا في الصدور حتى يؤثر في السلوك. وش يقول ربنا؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أي بين لهم كل شيء، الحق من الباطل، الجمال من القبح، الصدق من الكذب، وهنا مجرد بغيا بينهم، يعني يتنافسوا في اتباع الهوى، بغيا بينهم. فهذا الله الذين آمنوا، ونحن وقليل من اليهود والنصارى، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، وأعطاهم طريق الحق من الحق بإذنه، زاد الهداية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا راه اللي هدى ربي هو المهتدي، ولا فائدة في تكثير الكلام. وهنا يقبل الهدايا حديث الاستقامة إلا باتباع ما أمر الله به، أن نكون على منهاج الربوبية ومنهاج الوحدانية ومنهاج الألوهية والسلام.